نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. إلى شأن السوري، حيث أفاد الإعلام الحربي بأن حافلات شوهدت تصل إلى منطقة الملعب البلدي في حلب، فيما يبدو أنه تمهيد لإخراج المسلحين من الأحياء الشرقية في حلب. وفي المعظمية في ريف دمشق الجنوبي، حيث استكملت الترتيبات لإخراج مئات المسلحين مع عائلاتهم إلى ريف إدلب بحسب مراسلنا. العملية تشمل إخراج أكثر من 600 مسلح من أهالي المعظمية مع عائلاتهم، ونحو 200 مسلح من دوسة والمزة ودريا كانوا في المعظمية. ومن حلب ينضم إلينا مراسل ميادين رضا الباشا. أهلا بك رضا. ضعنا أيضا إذا في صورة مشهد خروج المسلحين من منطقة الملعب البلدي في الأحياء الشرقية لحلب. نعم، وفعلا الخروج مقرر أن يكون يوم الغد الساعة 8 صباحا، أي بالتزامن مع الهدنة التي ستستمر لربما لثلاثة أيام بحسب ما علمنا، بأنها ستكون يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 من بعد الظهر. سترفع السواتر التي تغلق المعابر التي يمكن أن يخرج منها المدنيون أو يخرج منها المسلحون على حد سواء. هناك 6 معابر طبعا عينت للمدنيين، ومعبران عينا من أجل خروج المسلحين. المعابر الستة التي عينت من أجل خروج المدنيين، 3 منها تنتهي في الريف، سواء الريف الجنوبي الشرقي أو في الريف الجنوبي لمدينة حلب أو حتى في الريف الشمالي لمدينة حلب لمن يرغب من المدنيين طبعا بالخروج باتجاه الأرياف، و3 منها تنتهي إلى داخل مدينة حلب. في حين المعابران اللذان حددا من أجل خروج الجماعات المسلحة ينتهيان بشكل طبيعي إلى منطقة تعرف بدوار الموت في الجهة الغربية لمدينة حلب من أجل الخروج باتجاه منطقة المصورة وخان العسل إلى ريف حلب الغربي. فعلا الحافلات باتت جاهزة، سيارات الإسعاف أيضا، إضافة إلى المرافقة الأمنية التي سترافق الحافلات التي ستخرج أو المسلحين الذين سيخرجون من داخل الأحياء الشرقية باتجاه الريف الغربي لمدينة حلب. كانت القيادة العسكرية والأمنية في مدينة حلب واضحة بأن الحافلات طبعا مغطاة بشكل كامل لكي لا يتمكن أحد من الإساءة سواء المسلحين أو المدنيين الذين سيخرجون، لكي تكون هذه المصالحة التي تبحث. نعم، يبدو بأن التواصل قد انقطع مع زميل رضا الباشا حيث كان معنا من حلب. ننتقل إلى اتفاق المعظمية مع زميل محمد الخضر من دمشق. أهلا بك محمد. دعنا في صورة الترتيبات لإخراج مئات المسلحين مع عائلاتهم إلى ريف إدلب. في الواقع بدأ خروج هؤلاء المسلحين من معظمية الشام، العدد هو حوالي 620 مسلحا، يعني المقرر أن يغادروا مع عائلاتهم. اليوم بدأت أولى الحافلات، هناك حوالي 20 حافلة تنقل هؤلاء باتجاه إدلب في الريف الشمالي، ريف إدلب الشمالي تحديدا. هناك أيضا موازات لهذا العدد، هناك حوالي 200 شخص آخرين هم من أبناء مناطق أخرى في الواقع قريبة لمعظمية الشام، لكنهم كانوا يتواجدون في هذه المنطقة منذ بدء تقريبا هذا الجزء المسلح من هذه المشاكل التي واجهتها تلك المدينة. في الواقع مع إنجاز هذا الاتفاق أو مع إنجاز هذه المرحلة التي تشتمل على خروج هؤلاء المسلحين مع سلاحهم الخفيف، يكون قد انطوى هذا الموضوع، موضوع وجود السلاح في تلك المنطقة، لينتقل الأمر إلى نقطة تعتبر أبسط بكثير، هي تتصل بتسوية أوضاع من بقي في تلك المنطقة ووافق على تسوية أوضاعه. بالفعل خلال الأسابيع الثلاثة والأربع الماضية جرى تسوية أوضاع حوالي 400 شخص، لكن الآن هناك حوالي تقريبا 2000 شخص ممن يعني كانوا يحملون السلاح وسلموا سلاحهم، ممن يعني لديهم قضايا أمنية أو قضايا ذات صلة مثلا بالتخلف عن خدمة الجندية الإلزامية. هؤلاء أيضا ينتظرون تسوية أوضاعهم لتتحول مدينة المعظمية إلى منطقة خالية من السلاح والمسلحين، وتعود يعني مؤسسات الدولة والحياة الطبيعية إليها كما في مناطق أخرى مثلا كقدسية والهامة التي يعني دشنت هذه المرحلة منذ حوالي أيام قليلة. نعم، كل الشكر لك محمد الخضر مراسل ميادين، كنت معنا من دمشق. أيضا الشكر موصول للزميل رضا الباشا كان معنا من حلب. الرئيس السوري بشار الأسد قال في مقابلة مع تلفزيون سويسري نشر جزء منها أن الحكومة السورية يجب أن تخلص حلب من الإرهابيين لحماية سكانها المدنيين.
فهذه مهمتنا طبقا للدستور وطبقا للقانون، وهي أن علينا حماية الناس وأن علينا أن نتخلص من أولئك الإرهابيين في حلب. بهذه الطريقة نستطيع حماية المدنيين. كيف تستطيع حمايتهم بينما لا يزالون تحت سيطرة الإرهابيين؟ لقد تعرضوا للقتل على أيدي الإرهابيين، وكان الإرهابيون يسيطرون عليهم بشكل كامل. هل دورنا أن نقف مكتوفي الأيدي ونراقب؟ هل نستطيع بذلك حماية الشعب السوري؟ علينا أن نهاجم الإرهابيين وهذا بديهي. وفي موسكو لفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إلى أن استمرار وقف القصف الجوي الروسي والسوري في حلب يتوقف على مساعي واشنطن للفصل بين المعتدلين والإرهابيين، مشيرة إلى أن موسكو تنطلق من أن الفصل بين المعتدلين والإرهابيين يجب أن يبدأ في أسرع وقت. وقالت أنه من غير المقبول أن تستمر الهدنة إلى ما لا نهاية في ظل عدم وفاء واشنطن بتعهداتها، وأضافت أنه لولا الدعم الخارجي لما رفض المسلحون الخروج من حلب. إلى ذلك دعا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى الإسراع بالاستفادة من الهدنة المتاحة في حلب بعد تعليق الغارات الجوية لثمان ساعات من أجل إخراج مقاتلي جبهة النصرة. تشوركين قال أن عدم خروج جبهة النصرة من شرق حلب سيؤدي إلى تكبيد الجبهة ثمنا غير سار. We believe that under these circumstances it's extremely important. نعتقد في ظل الظروف الراهنة أنه من المهم للغاية بالنسبة للدول الأعضاء التي لها نفوذ على جماعات المعارضة المسلحة شرق حلب وخارجها تكثيف الجهود لفصل جميع قوى المعارضة المعتدلة من القوى الإرهابية المحددة من قبل مجلس الأمن، إما أن يغادروا المدينة أو ينفصلوا عن جبهة النصرة ويوقفوا الأعمال العدائية. يجب فصل القوى المعتدلة عن جبهة النصرة من ثم تغادر الجبهة المدينة، وإلا ستلقى عواقب وخيمة. وفي إيران نقل نواب عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله في جلسة غير علنية لمجلس الشورى الإيراني أن العراق ومصر شاركتا في اجتماع لوزان حول سوريا بإصرار إيراني رغم الرفض التركي لذلك. كذلك نقلوا عن ظريف قوله أنه من الأفضل في المستقبل أن تكون فترة الهدنة في سوريا أطول ليكون الوقت متاحا بشكل أكبر لأخذ وجهات نظر الأطراف السوريين وإيصال المساعدات الإنسانية وإفساح المجال أمام المدنيين للخروج عبر الممرات الآمنة. وفي برلين تعقد اليوم قمة روسية فرنسية ألمانية، وقبيل القمة قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن العقوبات ضد روسيا بسبب أفعالها في سوريا يجب أن تبقى خيارا، مشيرة إلى أن الأولوية هي للبحث في تخفيف معاناة الناس بطريقة أو بأخرى كما قالت. بطبيعة الحال سوف نجعل الوضع الإنساني موضوعا للمناقشة، وأنا أيضا مع الرأي القائل بأنه يجب عدم استبعاد أي خيار بما في ذلك العقوبات، ولكن الأولوية هي للبحث في تخفيف معاناة الناس بطريقة أو بأخرى، وسوف يكون ذلك قضية الغد. أيضا نحن لا نتوقع معجزات، ولكن الحديث ضروري دائما حتى عندما تكون وجهات النظر متباعدة. أكدت زوجة الرئيس السوري بشار الأسد أسماء الأسد أنها رفضت عروضا للفرار من سوريا والبقاء في المنفى بالخارج. وفي مقابلة مع تلفزيون روسي أكدت الأسد أن العروض تضمنت تعهدات بالأمن والأمان المالي في الخارج لنفسها ولأبنائها. لقد كنت هنا منذ البداية ولم أفكر أبدا في أن أكون بأي مكان آخر. نعم عرض علي مغادرة سوريا أو بالأحرى الهرب من سوريا. تضمنت هذه العروض ضمانات بالسلامة والحماية لأطفالي بما في ذلك ضمانات مالية. لا يحتاج الأمر لعبقرية لمعرفة ما كان يسعى إليه هؤلاء الأشخاص فعليا. لم يكن الأمر يتعلق برفاهي أو رفاه أبنائي، لقد كانت محاولة متعمدة لزعزعة ثقة الشعب برئيسه. أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن حماية المدنيين في حلب تتطلب التخلص من الإرهابيين، وهذه مهمتنا طبقا للدستور والقانون. وقال الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة SRF1 السويسرية علينا حماية الناس وعلينا أن نتخلص من أولئك الإرهابيين في حلب، وبهذه الطريقة نستطيع حماية المدنيين. لكنك تتمتع بالقدرة التي تمكنك من تغيير الوضع بالنسبة لأطفال حلب أيضا.
بالطبع، ولذلك السبب هل ستفعل ذلك؟ تماما، فهذه مهمتنا طبقا للدستور وطبقا للقانون، وهي أن علينا حماية الناس وأن علينا أن نتخلص من أولئك الإرهابيين في حلب. بهذه الطريقة نستطيع حماية المدنيين. كيف تستطيع حمايتهم بينما لا يزالون تحت سيطرة الإرهابيين؟ لقد تعرضوا للقتل على أيدي الإرهابيين، وكان الإرهابيون يسيطرون عليهم بشكل كامل. هل دورنا أن نقف مكتوفي الأيدي ونراقب؟ هل نستطيع بذلك حماية الشعب السوري؟ علينا أن نهاجم الإرهابيين وهذا بديهي. وإلى أخبارنا الميدانية، حيث أحبطت وحدة من الجيش محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى إحدى النقاط العسكرية في حقل المهر بريف حمص الشرقي وقضت على معظم عناصرها. وفي درعا قضت وحدة من الجيش على عدد من أفراد المجموعات الإرهابية جنوب خزان الكرك وأحياء العباسية والنازحين والمنشية بدرعا البلد وغرب جامع بلال الحبشي ودمرت عتادهم. كما أحبطت وحدة من الجيش محاولة تسلل إرهابيين باتجاه وادي زيدي في الريف الشرقي للمحافظة. وفي إدلب أكد مصدر عسكري أن وحدة من الجيش دمرت مقر قيادة وثلاث آليات لإرهابي تنظيم النصرة وقضت على عشرة من أفراده في بلدة التمانعة. محافظة حلب تنهي استعداداتها لاستقبال الأهالي القادمين من أحياء حلب الشرقية والمسلحين الراغبين في تسليم أسلحتهم. فؤاد أزمرلي يرصد الاستعدادات في معبر الكاستيلو في التقرير التالي. بناء على اتفاق الهدنة التي أعلنتها الحكومتان السورية والروسية وبإشراف من الأمم المتحدة، محافظة حلب أنهت استعداداتها لاستقبال الأهالي القادمين من أحياء حلب الشرقية والمسلحين الراغبين بتسليم أسلحتهم مستفيدين من مرسوم العفو، وذلك عن طريق الكاستيلو في الشمال من حلب، في خطوة تدل حرص الجيش العربي السوري والحكومة السورية الحفاظ على أرواح المدنيين. وجدنا يعني مصداقية عالية وتجهيزات جيدة لاستقبال إخوتنا في أحياء حلب الشرقية، إن شاء الله نسأل الله عز وجل أنه يستجيبوا وكفانا دماء كفانا دمارا ولنعود إلى حضن الوطن شعبا واحدا وطنا واحدا. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن ينهي هذه الأزمة على أكمل وجه وعلى الشكل الذي يعني يجعل مجتمعنا يدا واحدة كما كان في السابق. خرجنا نحن قضاة النيابة العامة للإشراف على عملية إخراج المسلحين من المناطق الشرقية عبر طريق الكاستيلو تنفيذا لأحكام مرسوم العفو الصادر عن السيد رئيس الجمهورية. طبعا أحكام مرسوم العفو الساريت المفعول ل 28 شهر الجاري، لذلك نتمنى من المسلحين الاستفادة من أحكام هذا المرسوم كون المدة المتبقية بسيطة مي طويلة، ونحن كقضاة موجودين لضمان سلامتنا وخروجنا الآمن. منذ عدة أيام نقوم بتجهيز هذا الطريق ليكون صالحا لعبور السيارات ويكون ممرا آمنا للأهالي من المناطق الشرقية ومن يرغب من المسلحين بتسليم نفسه أو عبوره إلى مناطق أخرى. استعدادات وتحضيرات وتجهيزات تؤكد الجدية بتنفيذ الهدنة وربط القول بالفعل، كل ذلك من شأنه أن يعيد الأمن والأمان إلى ربوع بلدنا الحبيب سوريا. فؤاد أزمرلي لأخبار التلفزيون من طريق الكاستيلو حلب. ومن معبر بستان القصر مراسلنا بدر الجدعان، وضعنا في صورة تحضيرات محافظة حلب والأجهزة الأمنية المختصة لإخراج المسلحين من أحياء حلب الشرقية. الاتفاق الروسي السوري والهدنة المعلنة يوم غد الخميس من أجل إخراج الفصائل الإرهابية من أحياء حلب الشرقية تم التجهيز له بشكل كامل، حيث أنهت محافظة حلب والأجهزة الأمنية المختصة استكمال كافة الإجراءات والاستعدادات وحددت كافة الطرق لسير الباصات التي ستنقل الفصائل المسلحة لإخراجهم من المدينة. أنا الآن متواجد عند معبر بستان القصر حيث انتهت محافظة حلب وكافة الأجهزة الأمنية من الإجراءات من أجل خروج المسلحين من أحياء حلب الشرقية. طبعا كما تشاهدون هذه السواتر، يعني يتم التجهيز لإزالة هذه السواتر لإخراج المسلحين من مناطق حلب الشرقية. أيضا تم تجهيز وتأمين المنطقة بالكامل من قبل قوى الأمن الداخلي، كما تشاهدون سيارات أيضا الإسعاف
الإسعاف لإخراج المصابين ولمن يريد الخروج من المدنيين من المرضى وأيضا يعني العجز. طبعا الباصات على يسار الكاميرا هي مجهزة بالكامل لإخراج الفصائل الإرهابية. طبعا الوجهة حتى الآن غير معروفة إلى أين سوف يتجهون الفصائل الإرهابية المسلحة. تم اتخاذ التدابير الأمنية الكافية والتجهيزات من حيث الآليات الشرطية ومن حيث الدراجات ومن حيث الحافلات والباصات والعدد الكافي من العناصر لتأمين محاور الطريق من المعابر المحددة وحتى جهة المقصد لاستقبال المواطنين واستقبال حتى المسلحين الذين يودون العودة إلى حضن الوطن. نحن متواجدين هون لخصوصية الموضوع في حال خروج المسلحين مع عائلاتهم وحساسية الموضوع في حال تواجد العنصر النسائي لحمايتهم وتواجد معهم وتأمين متطلباتهم. وحفاظا على أرواح المدنيين قام الطيران المروحي بإلقاء منشورات على أحياء حلب الشرقية تتضمن خارطة توضح أماكن تواجد المعابر الإنسانية الستة التي قررتها الجهات المعنية لخروج المدنيين إضافة إلى الممرين اللذين سوف تخرج منهما الفصائل المسلحة من حي بستان القصر من جهة ودوار الجندول الكاستيلو من جهة أخرى. هاي المبادرة جيدة جدا، يعني أول شيء حقن للدماء دماء السوريين، ونتمنى من أخواننا بالأحياء الشرقية المدنيين أنه يبادروا يطلعوا. اليوم مبسوطين عند يطلع كل المسلحين ونرجع كل لياتنا عبيوتنا بإذن الله. يعني برأي حاج يطلعوا يعني ويسلموا حالهم، يعني والسيد الرئيس أصدر عفو. بقول لكل السوريين اللي انغروا واللي تغرر فيهم أنه يطلعوا ويخلصونا نرجع لبيوتنا ملينا. وسوف يتم مراقبة كافة المحاور بتسعة طائرات استطلاع ترصد أي خروقات قد ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في محاولة منها لإفشال هذه الهدنة. بدر جدعان، التلفزيون العربي السوري، حلب. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أدنى درجات المصداقية عندما يتحدث عن الوضع الإنساني في سوريا، مشيرة إلى أن استمرار الاتحاد الأوروبي بالسير خلف سياسة الدول المتطرفة من أعضائه مثل فرنسا يحرمه من أي دور إيجابي في المنطقة والعالم. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن الوزارة تابعت باستخفاف ما ورد في البيان الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وترى أن تضليل الرأي العام وقلب الحقائق لا يليق ببعض دول الاتحاد التي أعربت أكثر من مرة وفي مناسبات عديدة عن عدم نجاعة النهج الذي يتبعه الاتحاد إزاء سوريا. وأضاف المصدر: لقد كان حريا بالاتحاد الأوروبي أن تنسجم تصريحاته مع ما يدعيه من الوقوف ضد الإرهاب وأن تتسق مع الشرعية الدولية، لا أن ينصب نفسه مدافعا عن المجموعات الإرهابية ودرف دموع التماسيح على معاناة المدنيين في حلب من جراء الإرهاب والذي يسعى الجيش العربي السوري وحلفاؤه إلى تخليصهم من شروره وإعادة الأمن والاستقرار وكل مستلزمات الحياة الكريمة إلى مواطنين في حلب. وأكد المصدر أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أدنى درجات المصداقية عندما يتحدث عن الوضع الإنساني في سوريا لأنه ومن خلال دعمه للإرهاب شريك في معاناة السوريين، إضافة إلى العقوبات التي فرضها والتي تنعكس سلبا على معيشة المواطن السوري ولقمة عيشه. وختم المصدر الرسمي بالقول إن سوريا ترى أن استمرار الاتحاد الأوروبي بالسير خلف سياسة الدول المتطرفة من أعضائه مثل فرنسا سعيا للمغريات المالية الخليجية يسيء إلى دول الاتحاد قاطبة ويجعله تابعا لسياسات الآخرين ويحرمه من أي دور إيجابي في المنطقة والعالم. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تمديد التهدئة الإنسانية في حلب من طرف واحد أمر غير وارد، مؤكدة أن اتخاذ مثل هذا القرار ممكن فقط على أساس اتفاق مشترك. وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي: أستبعد أن تمدد روسيا بالتعاون مع الحكومة السورية التهدئة الإنسانية من طرف واحد، موضحا أن موسكو أكدت مرات عديدة وعلى مختلف المستويات أن المجموعات المسلحة تستغل فترات التهدئة الإنسانية لإعادة نشر قواتها وللحصول على المزيد من الذخيرة والأسلحة. وأشار ريابكوف إلى عدم جدية الولايات المتحدة والأطراف الغربية في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وسعيها فقط
لكسب المزيد من الوقت لإنقاذ التنظيمات الإرهابية التي ترعاها وتحاول تسويقها تحت مسمى معارضة معتدلة. وأكد ريابكوف أن التلاعب بقضايا حلب الإنسانية لن يفرض على الجانبين الروسي والسوري تقديم أي تبريرات أمام فشل واشنطن في عزل تنظيم النصرة عن المعارضة المعتدلة، مؤكدا أن أعلان التهدئة الإنسانية في حلب سيطرح خلال مشاورات الخبراء العسكريين في جنيف هذا اليوم. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أنه في حال عدم صدور إدانة للجريمة التي ارتكبتها طائرات بلجيكية تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بقصفها مناطق مدنية في بلدة حساجك بريف حلب، فإن روسيا تعدها محاولة لمساعدة الإرهابيين في سوريا. وأضافت زاخاروفا أننا بانتظار رد مناسب من التحالف وبالطبع من بلجيكا ومن جميع المؤسسات الدولية التي كانت قلقة ومهتمة للغاية بهجمات الطيران الروسي في مدينة حلب. وكان المركز الروسي لتنسيق التهدئة في سوريا رصد غارتين لطائرتي F-16 تابعتين للتحالف الدولي على بلدة حساجك في منطقة عفرين، استشهد على إثرها 6 مواطنين وأصيب 4 آخرون بجروح. وفي إطار استهدافه للبنى التحتية في سوريا تحت مزاعم الحرب على تنظيم داعش، أغار طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على جسرين فوق نهري الفرات والخابور بريف دير الزور، ما تسبب بتدمير جسر في بلدة الصور الواقع على نهر الخابور في الريف الشمالي للمحافظة، وجسر في بلدة البصيرة الواقع على نهر الفرات في الريف الشرقي منها، بغية تقطيع أوصال ريف دير الزور على ضفتي الفرات. أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين حرص الحكومة السورية على استقرار الوضع في مدينة حلب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أحياء المدينة. وقال المصدر إن الحكومة السورية تستخدم أقصى ما لديها من إمكانيات من أجل استقرار الوضع في مدينة حلب، مبينا أنه تم ترتيب نقل السكان المدنيين دون قيود وتوفير نقل الجرحى وخروج المسلحين مع سلاحهم دون عوائق من الأجزاء الشرقية للمدينة. وأضاف المصدر أنه بهدف تحسين الأوضاع في المدينة يجري تطبيق وقف الأعمال القتالية لفترات محددة من قبل وحدات الجيش العربي السوري، كما أنه تم تجهيز سيارات لنقل الجرحى والمدنيين من منطقة الأعمال القتالية إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية. ولفت المصدر إلى أنه تم تنفيذ سحب وحدات الجيش والقوات المسلحة إلى مسافات تسمح للمسلحين بمغادرة الأحياء الشرقية في مدينة حلب عبر معمرين خاصين. وأكد المصدر استمرار العمل بقانون العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، وينص على الإعفاء من كامل العقوبة على كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه إلى السلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية. وختم المصدر تصريحه بالقول في هذه الظروف على دول الغرب وبعض الدول العربية والإقليمية وجميع المهتمين باستقرار الوضع في مدينة حلب المبادرة إلى اتخاذ خطوات سياسية حقيقية وليس ممارسة المماطلة السياسية. مجلس الشعب يناقش في جلسته برئاسة الدكتورة هدية عباس أداء وزارة الاتصالات والتقانة، ووزير الاتصالات يؤكد أن الوزارة جاهزة لتركيب 400,000 بوابة انترنت مع نهاية آذار العام القادم. ناقش أعضاء مجلس الشعب أداء وزارة الاتصالات والتقانة والقضايا المتصلة بعملها، وطلب أعضاء المجلس بتأمين وصول خدمة الانترنت إلى كافة المناطق واحتساب الأعطال لصالح المشترك والإسراع بتطوير عمل المؤسسة العامة للبريد. فواتير خليوي مثل ما بنعرف الآن تحتسب بالدقيقة، يعني أنا بحكي مكالمة مع حدا مثلا دقيقة وثانيتين مثلا بتنحسب دقيقتين، وأنا بشوف أنه هذا غير عادل. لماذا لا يكون احتساب المكالمة الخليوية بالثواني؟ سوء التغطية فيما يتعلق بخطوط الهواتف الخلوية في معظم مناطق محافظة حمص، خدمة الإنترنت أيضا ضعيفة. من تطبيقات الاتصالات اليوم عم نسمع في ميزة بتساهم بنقل بخفض تكلفة النقل إضافة لموضوع الأمان، هي شركات نت فاتحة بأكثر من 140 دولة بتأخذ مراكز بتعطي مواقع للمواطنين يلي راغبين يشتركوا فيها بشكل أنه تأمن نقل
مثل مكاتب التاكسي بس بيكون شعبي. يوجد عدد كبير من خريجي هندسة الاتصالات والتقنية وأيضا الخبرات الفنية في نفس المجال، وكذلك يوجد عدد لا بأس به من مخدمات الانترنت سواء وغيرها، وأظن 16 مخدم. ألا يمكن أن تؤمن هذه فرص عمل للخريجين؟ وطلب أعضاء المجلس بتخصيص بوابات لذوي الاحتياجات الخاصة بنصف القيمة، وزيادة تعرفة إشغال الأبراج الخلوية على الأبنية السكنية بعد زيادة أسعار الخلوية، وتفعيل العلاقة التشاركية مع الشركات الخلوية لتقديم خدمات أكبر للمواطنين. في إجرائية بتاخذها الوزارة أثناء فحوصات الشهادة العامة بقطع الاتصالات، وكأنه جميعنا معاقبين كي يستطيع بعض زملائنا المدرسين من إتمام عملية المراقبة أثناء عملية الفحص، وحتى قبلها بشوي. وبتعرفي سيادة الرئيس هذا الموضوع بسبب شلل بكل المجتمع. المواطن يدفع ثمن الخدمة بدون أن يحصل على السرعة المطلوبة والمرجوة. الحل مثل ما تفضلتم توسيع البوابات. مؤسسة الاتصالات إنه قد تم تحويل مؤسسة إلى شركة خاضعة لقانون الاتصال رقم 18 لعام 2010، وحتى هذا التاريخ تم تحويل فقط 1500 عامل من الشركة من أصل عدد العمال البالغ 23,000 عامل. فما هي المعايير التي اتبعتموها وفق في انتقاء العاملين الذين تم تحويلهم إلى نظام الشركة؟ أقترح عبر مقام الرئاسة على السيد وزير الاتصالات والتقانة إعادة خدمة الانترنت إلى محافظة الحسكة لضمان عدم استنزاف العملة الصعبة لصالح تركيا. عام البريد كاسمها مؤسسة بريد وبرق وهاتف، لا راح البرق صفي بريد. هاي المؤسسة متراهلة جدا، يعني إذا بنقارنها بشركة خاصة مثل الهرم 10 أمتار تربح أكثر من المؤسسة العامة البريد. لذلك سيادة الرئيس لازم نحن نسعى مع الوزارة أن نفعل هذه المؤسسة. نرجو من السيد الوزير دعم محافظة قنيطرة ببوابات الانترنت. يعني نحن نتمنى من السيد الوزير العلاقة التشاركية أو علاقة العمل مع الشركات الخليوية تتفعل شوي أكثر، وخاصة بأنه أنت اليوم تفتح التليفون بيفصل، ما فيك تحكي، بيكون سجلت عليك دقيقة. أتقدم عبر مقام الرئاسة بأن أيضا يضع نصب أعينه الأبراج الموضوعة على أسطح البنايات، علما أنها مخالفة لشروط الرعاية تماما وتتسبب بكثير من المشاكل. وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أكد أن هناك فائضا في البوابات بمحافظة دمشق، كاشفا أن الوزارة ستطلق خلال 5 أشهر خدمات الجيل الرابع، وهناك تشريعات متكاملة تتعلق بقطاع الاتصالات والخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني. المحرك الرئيسي لقطاع الاتصالات هو الشركة السورية للاتصالات، فهذه الشركة تملك حوالي 5.5 مليون رقم هاتف ثابت. في نهاية عام 2010 كان لدى الشركة السورية للاتصالات 70,000 بوابة فقط في كافة أنحاء سوريا. في نهاية عام 2015 لدينا 1,100,000 بوابة، وهنا أصبحنا نوازي الدول المتطورة بنسبة البوابات إلى نسبة عدد الخطوط. إيرادات الشركة السورية للاتصالات رغم أنها فصلت عنها مشاريع الخليوي كانت في عام 2010 حوالي 29 مليار ليرة سورية، ونحن نتوقع إيراداتنا في عام 2017 54 مليار، وهذا كان بفضل البوابات التي نقدمها ونسعى إلى تطويرها. اليوم في موضوع البوابات لدينا 400 ألف بوابة ستكون جاهزة للتركيب، تورد حاليا جاهزة للتركيب في نهاية الشهر الثالث، وهذا يرفع رصيدنا من البوابات إلى 1.5 مليون. تمكننا من تمديد كابل ضوئي من مدينة حمص إلى السلمية إلى مدينة حلب بمسافة 260 كيلومتر وبسعة 96 زوج، ووضعت حلب الآن وعادت إلى وضعها الطبيعي. بالنسبة لشركات المشغل الهاتف النقال لدينا حوالي 12 مليون مشترك، ولدينا حوالي أكثر من 3 ملايين مشترك بالجيل الثالث، وإيرادات الدولة من هذا القطاع تنمو، فالعام الماضي كانت بالرقم وبدقة حوالي 82 مليار، وهي الإيرادات المباشرة غير ضريبة الدخل والضريبة على الأرباح وحصة الشركة السورية للاتصالات، كانت إيرادات الخزينة العامة من شبكات الخليوي. اليوم الدفع الإلكتروني أيضا تأخرنا فيه، لكن ضمن أولويات الحكومة اليوم الدفع بهذا الموضوع لما له من فوائد هائلة، من الاستعلام الضريبي، من إدارة النقود. اليوم الدفع الإلكتروني يمكن الدول من تحكم بالسيولة الموجودة في المصارف وفي الأسواق. يعتبر قطاع الاتصالات هو المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، وانطلاقا من ذلك تأتي مطالبات أعضاء المجلس
بمعالجة واقع الاتصالات والخدمات الهاتفية، والوزارة تعد بأن تصل إيرادات الشركة السورية للاتصالات إلى 54 مليار ليرة سورية العام المقبل. بلال معروف، التلفزيون العربي السوري، مجلس الشعب.